يمكنكم الآن مشاهدة جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. مساكم الله بالخير. حلقة جديدة. نوسع كتفك. وإذا كتفك صار وسيع راح يوسع صدرك وتقبلون كل النقد. أنا ودي أشيل هذه لأن دائما يقولون إن أنا آخذ تعليمات. أنا بسولف اليوم عن شيء وايد قاهرني، يعني أنا جاي من البيت يعني اسم الأخبار الطيبة اللي سمعناها، لكن أنا ودي أقول له أعرفكم بنفسي. أنا اسمي جعفر، طبعا موظف في وزارة الشؤون، من توظف سنة 88، توظفت في وزارة الشؤون، رقمي الوظيفي 2753، عمري 47 سنة. أنا أضامن مستقبلي، لأن الآن أخونا العريق المذيع اللي كان في ذاك الوقت هو من حرك المذيعين السياسيين أوائلهم، الآن حطوا رئيس شيء مهم، رئيس خطوط. فأنا ضامن مستقبلي، يمكن بما أنا كنت بالجيش وبعدين انتقلت للشؤون يمكن أصير وكيل بالشؤون. أنا هاي ودي أقول زهيري ومالي شغل بالهذا، لأن أنا على نفسي على بعض هالمذيعين اللي موجودين الحين، أنا الأول شئت أم أبيت، معاي عرضتني أو ما عرضتني. هذه مشكلتك يعني. نعم أنا الأول شئت أم أبيت، فوق الجبل عالي لي منزل وبيت، في نكتبه وياما أشعار، مو بيت، أنا الأول أنا الأمثل ولا يعلى علي. هذا طبعا أبو ذية، ولكن إخواننا بالأهواز لنا متابعين كثيرة يقولون يحبون الزهيري. الزهيري طبعا المرحوم عبد الرحمن ضويحي قال زهيريات جميلة، وأنا من محبين الزهيري. يقول أنتم ترهمون لي وأنا لكم مرهم، أرهم معلي لجرحي بلسم، ومرهم ورهم معلي تشره ليش ما مرهم، ورهم معلي ساعة مرنا، ورهم معلي شارك حلونا ومرنا، ورهم معلي كلمتها مرة مرنا، ولا مني مريت يعاتبني بعد مرهم. أنا اليوم ما راح أطول عليكم لأن عندي ضيف. تفضل ضيفي، ضيف عزيز على قلوبنا، ضيف أنا أحبه، أنا كنت صغير وتابعه، وقولشي ودكتور وعالم وفلكي ابو حمود، مساك الله بالخير. هلا حبيبي، هلا عادي عادي عادي، لا ترتبك، تفضل. شلونك؟ حياك، حيا الله من يانا. هلا والله، هلا فيكم. حيا الله من يانا، هلا ابو حمود. ابو حمود انت غني عن التعريف. الحمد لله. جايب حبل بتربطني. لا هذا حق علاج. ناس ساعات يفتلتون نربطهم عشان علاج. يرجع لنا مره ثانيه. البس ثوب المعالج او ثوب الدكتور مثل ما يقولون. من بعد ما يعني شوف أنا كنت قولتي. ندري. قاقة وشورتك كان أربع أصابع. أربع أصابع. وفي فتحة. صح، عشان حر. تدري هناك حر عندنا. لازم تكييف. ماكو تكييف. أي. فمرة أنا تعورت. تعورت وانكسر صبعي هذا. صبع اللي فيه خاتم. لا استغفر الله، هذا. أي صح. هذا لأن هذا أكل فيها ما يصير. ما تنكسر. تنكسر هذا. فمن وراها قمت أعالج نفسي. ورديت قعدت في البيت وجبت ادواتي طبعا. جبت روب وجبت شويه، جبت قش ما قش، وجبت مسطره قش ومسطره، وجبت حتى على حاسبه، ويعني قاعد تحسب الموضوع انه شلون انا اقدر ارد صبعي مره ثانيه. يعني صراحه ما ادري، انا خابر الطير. هذا علاج. الطير هو اللي عالج نفسه. تنبؤات، انت تنبأت. معروف عنك وايد قالوا انك تتنبأ، شنو من التنبؤات الغريبه او شلون صرت متنبئ؟
طبعا التنبؤات لازم تكون تكون نايم اول شيء. اول شيء ما تنبأ وانت قاعد ما تنبأ. ما يصير، لا ما يصير. اول شيء لازم تكون نايم. ولما تنام يعني انك انت تحلم. احلم وتروح للهذا تحلم ويجيك المنبأ يقول لك شنو؟ لا 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 انا 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 اروح لهم. إيه لا انا اروح لهم. إيه هذا قبل. شنو تنبأت شيء غير يعني يقول يعني الشارع الكويتي يقولون منو في احد دخل علينا بالاستديو؟ لا لا اذا دق عادي ترى حياكم الله. زين في معنا ضيف ثاني بس شنو تنبأت شيء غريب؟ شيء غريب تنبأته ان شاء الله ب 2071 ان شاء الله الكويت راح تصير من اسياد اسيا. 71 منو عايش؟ لا انا لا المصورين لا المخرج. متنبؤ هذا ما ندري. تنبؤ يمكن يصير يمكن ما يصير يعني. ما يصير. بس ان شاء الله راح ناخذ احنا اسياد اسيا بشنو؟ بالكريكت. يمكنكم الان مشاهده جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. كريكت ماكو كره قدم وقتها؟ لا لان وقتها راح يكون في زلازل. اي وتصغر الكرة. تصغر الكرة لما تصير مات كريكت. اي احنا نشوف ضيفنا القادم يتفضل معانا على شوفه يعري. يعري من بعيد. مضروب بشوزن ولا اصابة؟ شكله مضروب بشوزن. هلا كابتن ناصر. حياك الله تفضل. الله يحييك. الله يحييك. تفضل كابتن ناصر. طبعا عارفين كلكم انه كان لاعب في اول الستينات. كابتن ناصر اصابتك شلون صارت وسولف لي شلون تعرفت على ابو حمود؟ والله بصراحه يعني على كيل الكركم اللي يمك هذا. والله بصراحه يعني انا كنت العب بالسبعينات العب باك شمين. شلون باك شمين؟ ها يمين وشمال يعني يمين ويسار يعني. يمين ويسار كان المدرب مرات يدخلني يمين فاصبت اصابه صعبه شوي يعني. وين كانت الاصابه؟ يعني اخواننا المشاهدين ودهم يشوفون وين. بصراحه كانت من الرزق حتى الترقوه. يعني اللي طب لك سلايت اخذ الجنب كله. هذا الجنب جنب من هذا المدقر وحاش الجامه وليه رقبته للترقوه. للترقوه. ورحت حق ابو حمود عشان ابو حمود. انت كنت حاضر المباراه هذه؟ لا ما كنت حاضر. كنت نايم قاعد اتنبأ. وقتها تنبأت قالوا لي في واحد راح يلك. طويل كابتن ناصر. اي نعم راح يكون في اصابات بليغه. وانا نعم. بصراحه بعدين فعلا بطلت باب ولا قابوي. هذا اي سنه كابتن ناصر؟ يعني ب 76 شيء. 76 انا كنت حكم رايه. اي حكم رايه كنت 76. 76 فقالوا لي ابو حمود روح عند ابو حمود. ورحت عند ابو حمود. رحت عند ابو حمود جزاه الله خير. ايه الفضل يعني الحمد لله لله ولا نعم حق ابو حمود. ايه يعني عالجني والحمد لله للحين اتعالج. من ال 76 تعالج للحين. للحين. اي ومتى يعني تتوقع انه بيخلص علاجه؟ يعني هو باقي له بس يعني سنتين ريلاكس سنتين بس. عقب عقب من 74 للحين من 76 للحين 30 سنه. ان شاء الله يعني على على بعد يعني انا قاعد اجهز حق الاعتزال. يعني مو مهم انه يلعب. لا لا مو مهم خلاص. وانت مستانس كذي؟ الحمد لله يعني يعني بفضل الله وبفضل ابو حمود. طيب يعني كذي الله يطول بعمرك مع هذا كأنك حمامه فيها جساس. الحمد لله. وين بتلعب بعد؟ ما راح العب يعني. زين الدركسوت هذا محتفظ فيه من ال 76؟ من الطيحه. من الطيحه لابس دركسوت. من الطيحه نفس الدركسوت. زين شنو عندك ممكن تقول لنا شيء غريب تنبأ لنا شيء الحين؟ لازم انام. ينام؟ انام شويه انسدح هني انام؟ اي انسدح. ولا ما له داعي؟ لا ما له. ولا اقول لك شيء شفته امس؟ رحت امس انا رحت امس شفت. شنو التنبؤ؟ تنبأت ان شاء الله الكويت في 2035 ان شاء الله ان شاء الله احنا راح ندش الاوسكار. انت كله متنبأ لقدام عشان ولا احد يشهد عليك عشان لا احد يطلعني كذاب بعدين. زين ممكن تراوينا طريقه العلاج شلون مثلا لو تجي كابتن ناصر تنسدح على المكتب؟ ان شاء الله. كابتن ناصر توين حتى اعتزالك ما راح تلحق عليه. طبعا لازم المريض ينام النومه الصحيحه الطبيه. نومه صحيحه اي تعال. نومه مساج مو نومه علاج. اي نعم اي نعم. نام نومه صحيحه. ولك ناس ماشي محلي كله مال الكويت هنا هنا. عمي يا بيع السمك قل السمك منين قل لي. عمي عمي هذا صوتك كله مات. ما عجبك صوتك ما انت من لحمتنا.
انت واحد من نوبينا، بس هذا تبيعه كله مو حلو. شنو سمك من الكويت؟ هذا وين يريدون يجيبون سمك؟ يجيبونه من وين؟ هذا كله سمك محلي عيني. انت شو تريد هسه؟ عمي انا مضايج، ما اريدك يمي. ما اريدك يمي، يعني انا الحين مستانس، كلش مستانس. انت الحين يعني هسه انت لابس هاي تسوي تمويه للناس انك انت الطرابلسي؟ يعني انت عارس مرمى مثلا؟ انت هسه شو تريد يعني؟ انت متضايق مني انا يعني بشوف من حالات عيونك. سمك مالك بايت. لا ها وين بايت؟ هاي ربيان؟ هاي ربيان؟ هاي ربيان، هاي شنو هاي؟ انت ما شفت ربيانتي؟ هاي ربيانتك. ربيانتي ما شفت؟ ربيانتي والله لهسه تحرك ربيانتي. يا ابويا انت شو تريد مني هسه؟ يا ابويا شو تريد مني؟ انت اكيد انت من جماعتنا من لحمتنا. انت منين؟ انت منين؟ نفهم وانت منين؟ انا من عبرت الشط على مودك. انت عبرت الشط؟ اي عبرت الشط. انت هربوك من الشط. شو تريد هسه؟ اريد هسه كل واحد معروف من وين؟ اي معروف من وين؟ احنا نفهم، احنا معروفين احنا من وين؟ معروف. السوق هذا كله يعرف، ما تعرفون هاي من وين؟ من وين؟ حجك معي من وين؟ معروف انت من وين؟ وانت ليش تجي هيك؟ لحظة، ليش هيك مسوي وجهك؟ نيسرة؟ نيسرة؟ عندك دقة هنا؟ يلا 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 عمي يلا. فارج هذا السمك خالي. لا لا مو هذا السمك، سمك خايس. ها بلطي، ما ادري ملطي، شنو هاي؟ هنا السمك، قرب هنا السمك. لا لا هاي نزلها ليش؟ ليون يشترونك، يحسب عدها، يحسب عليهم انت. نزلها.